السلام عليكم أعزائي التلاميذ. بعد أن قمنا بشرح درس الكسريات الجدا بالنسبة للنجاح في الرياضيات للمجال الحضري، والعدد الكسري الجدا والقسمة لعدد الكسري بالنسبة لكتاب مفيد في الرياضيات للمجال الحضري، إذا الآن سنقوم بإنجاز هذه التمارين. إذا التمرين الأول هو باعتبار المربع A B C D وحدة لقياس المساحات A B C D وحدة لقياس المساحات. إذن كم المربع لدينا في هذا المربع؟ 1 2 3 4 أو عفوا كم المستطيل في هذا المربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. إذن الجواب الإجمالي هو 18. السؤال الأول، أحسب مساحات المستطيل A E F G. A E F G، إذن عدد المستطيلات الملونة على مجموع المستطيلات في المربع بكامل، اللي 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن في البسط 8 على المجموع الإجمالي هو 18. إذن 8 على 18. ننظر إلى ب. باعتبار طول القطعة RB، باعتبار طول القطعة RB، إذن هذا طول القطعة RB، وحدة قياس الأطوال، أحسب قياس طول AE، إذن كم لدينا من مربع من النقطة A إلى B؟ كم المستطيل؟ 1 2 3 4 5 6. لدينا 6 مستطيلات، أكتبهم في البسط في المقال 6 مستطيلات، والجزء الأول من نقطة A إلى E 1 2 3 4، أربعة على 6. السؤال الثاني، أحسب قياس العرض، إذا العرض A G، لدينا النقطة A B 1 2 3، 1 2 من A إلى نقطة D 3، أو عفوا نعم لدينا A إلى نقطة G 3 مستطيلات، أكتب 3 في المقام، و A G 1 2، إذن 2 على 3. G، أكتب مساحة المستطيل A E F G على شكل جداء عددين كسرين، إذن A E على A B و A G على A B، إذن A E لدينا 1 2 3 4، 4 على 6، 4 على RB 1 2 3 4 5 6، و RG 1 2 على 3 على RB 1 2 3. دال وتم 4 6 في 2 على 3، كما قلنا في الحساب عدين لحساب جداء عدين كثيرين نضرب الوسط في الوسط والمقام في المقام، دال 4 في 2 يساوي 8 و 6 في 3 يساوي 18. إذا نمر إلى التمرين الثاني. لاحظوا أتين جداء العدين كسرين 5 على 3 و 1 على 5، إذا 5 على 3، إذا 5 على 3 في 1 على 2، إذا 1 على 2 كما تلاحظون، 1 على 2 1 جزء ملون و 4 على 2 5 على 3 1 2 3 4 5، 5 على 3 1 2 3، إذن كما قلنا البسط في البسط والمقام في المقام، 5 في 1 يساوي 5، و 3 في 2 يساوي 6. هنا جداء البسطين جداء المقامين، إذن لدينا 1 على 2، 1 جزء ملون على 2 1 2، إذن هنا في 2 على 3، 1 2 3، 1 2 3، إذن 1 في 2 يساوي 2، و 2 في 3 يساوي 6. ننظر إلى الصفحة 213، لدينا التمرين الأول، أحسب، إذا دائما في الجداء قلنا
تاخد التمرين الأول صح 113 احسب دائما قلنا في الجدار طول. إذن كما قلنا دائما نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذن 6 في 10 يساوي 60 و 7 في 6 يساوي 7 عفوا 7 في 9 يساوي 63. ننظر إلى العدد الموالي 11 في 3 يساوي 33 12 في 5 يساوي 60 3 في 13 3 في 3 يساوي 9 3 في 1 يساوي 3 6 في 2 يساوي 12 12 في 11 يساوي 132 5 في 8 يساوي 4 11 في 3 يساوي 333 300 في 10 يساوي 30 ألفا 1 في 1 يساوي 1 100 في 1000 يساوي 100 ألف. نمر إلى التمرين الثاني 5 مضروب في 3 على 18 يعني 5 على 1 5 في 3 يساوي 15 احتفظ بواحد 5 في 1 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6 1 في 8 يساوي 8 1 على 3 مضروب في 3 يعني 1 على 3 مضروب في 3 على 1 1 في 3 يساوي 3 3 في 1 يساوي 3 9 على 13 مضروب في 10 يعني 10 على 1 9 في 10 يساوي 90 13 في 1 يساوي 13 9 في 1 على 27 يعني 9 على 1 9 في 1 يساوي 9 1 في 27 يساوي 27 لدينا 4 في 1 على 4 يعني 4 على 1 4 في 1 يساوي 4 و 1 في 4 يساوي 4 1 على 100 في 1 على 10 في 100 يعني 1 على 10 100 على 1 1 في 100 يساوي 100 10 في 1 يساوي 10. نمر إلى التمرين الثالث لدينا 0.5 مضروب في 1 على 2 يعني 0.5 تصبح 5 على 10 إذن 5 في 1 يساوي 5 10 في 2 يساوي 20 3 على 7 في 1 على 5 تصبح 1.5 15 على 10 3 في 15 يساوي 45 على 7 في 10 يساوي 70 3.4 تصبح 34 على 10 34 في 2 يساوي 68 و 10 في 5 يساوي 50 10 على 9 في 13.2 13.2 تصبح 132 على 10 إذن 10 في 132 تصبح 1320 على 90. نمر إلى التمرين الرابع. إذن 5 لكي نبسط 5 في 2 يساوي 10 و 10 في 3 يساوي 30 8 في 10 يساوي 80 في 7 يساوي 560. نمر إلى العدد الثاني 2 في دائما نبسط يعني 2 في 10 يساوي 20 في 3 يساوي 60 10 في 11 يساوي 110 في 30 يساوي 330. نمر إلى العدد الموالي 6 في 5 يساوي 30 30 في 7 يساوي 210 4 في 5 يساوي 20 20 في 6 يساوي 120. وإلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا تمارين لهذا الدرس وفي فيديو آخر ودرس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.